وحكايات من الموروت والعادات من ماضي كان قريب ولا فات أحلى الخرافات حكوها لنا العمات عشناها بين جدودنا أيامات فيها فكرة وليها معنى وحاجة من الأساس ليها ذكرى وفرحة حلوة ويزهو بيها الناس فيها ذكرى وليها معنى وحاجة من الأساس ليها ذكرى وفرحة حلوة ويزهو بيها الناس نحيو هالحاجات فينا حتى في سويعات وبنحكو كل ليلة فكرة وصورة فحكايات نحيو هالحاجات فينا حتى في سويعات وبنحكو كل ليلة فكرة وصورة فحكايات كايات وحكايات من الموروث والعادات من ماضي كان قريب ولا فات أحلى الخرافات حكوها لنا العمات وعشناها بين جدودنا ياما معقود في نوصيها الخير وفي وقت الفزع سباقة يركبها كل من قدر كبير ويسابق بيها رفاقة وفي وقت الشدة تلقاهم لروس الغازي حصادة والخيل تقبل في مقاهم يا سعد اللي سرج حصادة قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح الخيل معقود على نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل كانت هي وسيلة التنقل للفارس ولغير الفارس. اهتم كثير من الفرسان في الفرسية منذ تاريخ البشرية الإنسانية من البداية كانت وسيلة الخيل النقل والانتقال مع غيرها من الدواب الأخرى وكان هو أهمها بالذات لأن الخيل عنده مرونة عنده مناورات وعنده سرعة وبالتالي استخدم في الغزوات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها في التاريخ أيضا واستخدم الخيل لفترة قريبة في كل الغزوات في كل المعارك عند المسلمين وعند غير المسلمين وحتى وصل تاريخ الخيل إلى العرب امتد من العرب قديما ثم العرب العصور التاريخية اللي صدر الإسلام ثم بعد ذلك وحتى أثناء اكتشاف وصناعة الأسلحة لازالت الخيل تستخدم في الأسلحة جروا بها حتى العربات اللي صنعت والمدافع الخيل ثم بعد ذلك وصلت إلى الليبيين في ليبيا وطبعا كانت ليبيا في فترة أثناء الجهاد كانت دولة فقيرة جدا حتى الخيل كانت غالية التمة في ذلك الوقت يعني مش كل واحد عنده خيل استخدموها أجدادنا في النقل وكانت لها تمثل عندهم العزة أيضا والشموخ فلما جاء الغزو الإيطالي كانت أيضا هي آلة الحرب وكان لها دور مهم جدا ودور خطير جدا حتى أن الطليان انزعجوا من يعني أن الفرسان الليبيين كانوا على دراية بالفرسية والمناورة بالخيل الشباب في ذلك الوقت لأنهم كانوا في الأصل يتمرنوا على الخيل وكان عندهم خيل
طبعا مواصفات الفارس هو أن يكون رجل صلب مقدام ذو غيرة على أرضه وعرضه، والراجل هذا يمتاز بأنه هو ذو رأي صائب ورأي سديد، تأخذ منه المشورة ويقدم الإعانة ويقدم التضحية ويؤثر الناس على نفسه، ومربوط الفروسية ارتباط كبير بالخيل منذ الأزل، منذ الزمن البعيد تكون الفروسية مربوطة بالخيل. وهناك أمثال قديمة تتغنى بالفارس، منها يقولوا فارس يحيي قبيلة وقبيلة ما تحيي فارس، وهناك من يتغنى بالفروسية منذ القدم مثل الرباعيات التي تقولها أكثر ما تقولها النساء. طبعا الرباعيات تتغنى بأولاد القبيلة وبشبابها وبرجالها، تقول فيه رباعية زين الوطاسي البداد تربع وادي وحمادة، وزين الولد فرس سرز وزناد ورفقة اللين دادة. طبعا لباس الفارس يكون أنيق ويكون منظم، مثلا نقول احنا لبسة الجرد واللباس العربي القديم، ومثل الحذاء طبعا أحذية خاصة تلبس مع البدل العربية ومعروفة عند معظم الناس. مدلل ما حاجات قصلة عندها خصلة ينفخ ونسيدة يعرص لمدلل، قال ما نقص من خيل علوقة نعمة معونة ما تتمش، مكروم موفي لحقوقة سيدة فارس ما يندمش، مرتاح وعايش في روقة يرحب بالله في ما يصمش، حجل ويمينة مطلوقة خلفي قدامي ما يهمش، سيالة كي خط بروقة اللي في مزن النوات يرمش، يفدفد ساقيت لا مفلوقة براجة يشبح المعمش، ما هو من خيل المصفوقة ممدود وما هوش مكمش، لو حطوه إحلاسة فوق يبان مشمر ما ينغمش، بالجاوي تبخير طلوقة خاطي اللي فايح ما يشمش، ما ملي كبدة محروقة متربص لا ناس فيه تصور خصص له. السرج موجود من القديم يعني من أيام الدولة العثمانية، وبعدين استخدموه الأباء والأجداد في الجهاد، ويعني من التراث يعني موجود من قديم السرج يعني، ويتكون طبعا كان السرج يعني كان بدائي شوي يعني، ومع الوقت تطور يعني خش على الفضة هي العادية يعني الخيط نقوله احنا، بعدين خش على الفجرة طبعا في منه وفي منه، بعدين خش على السلستين. والسرج طبعا يتكون من عدة حاجات يعني، اللي هو الإحلاس، وبعدين الكتب، الكتب في عندك الشريحة اللي هي تبت في الكتب تبت فيها على الإحلاس، وعندك الخدود اللي نحطها على الوجه، وفي القلادة تركب على الرقبة، وفي الدير نحطها على الصدر، وفي ركاب، في ركاب العربي اللي هو القديم هذا، وفي بعدين اللي هو الصطفي اللي تو يستخدموا فيه يعني، وفي الصريمة، وفي عدد مكونات ليه واستخدموا يعني في المناسبات تو العقاد يعني في العراس وفي غير يعني تراثية. طبعا السرج ليه أحجام يعني موجود فيه تو بالنسبة للمنطقة الشرقية في يستخدموا في سرز الثمانية يعني حجم صغير، وبالنسبة لحنا المنطقة الغربية هنا في اللي هو رقم 10 وفي رقم 11 وفي رقم 12، وفي ألوان طبعا للسرج على حسب الفارس يعني، في اللي يفضل في كذا لون، في الأخضر وفي الأحمر وفي على الأسود وفي الأزرق يعني العديد الألوان، كل واحد يعني ما يحب اللون يعني. وفي النسر، في سرز النسر اللي هو موجود عليه الصقر هذا، وفي النجم والهلال هذه الموجودات يعني. Thank you.
طبعا الميز الشعبي هذا تراثنا الأصيل ومرتبط بعاداتنا وتقاليدنا وميراثنا من أجدادنا، وارتباط الخيل والفروسية بالشعر دي من قديم الأزل، سواء كانت في العصور الجاهلية القديمة أو في العصر الإسلامي أو في عصرنا الحديث اللي هو الحاضر هنايا. ليش؟ لأن لوجود عدة قواسم مشتركة بينهم، اللي هو الفخر والفروسية، الفخر والفروسية والشجاعة هذين مرتبطات بالخيل، وهذين الثلاثة ثلاثة من أوجه الشعر، هذين ثلاثة من أوجه الشعر. والشعر الشعب يقول الخيل ونسي والشعر قوم جنيبة هن من أهل عدب في تركيبة، هذين الثلاثة يعتبرن هذين من أهل الشعر اللي هو الخيل والنساء والأم جنيبة اللي هي الإبل. وطبعا ارتبطت الخيل اللي هي بعاداتنا وتقاليدنا وحروب الأجداد اللي هو نضالهم ضد المستعمر في المهاجاء، اللي منها كانين يهاجوا مهاجيات حماسية يشجعوا في بعضهم على الجهاد وعلى الإقدام، يقول لو كان من دل ما مات يحرم علي الطرادي، وما دامت بلا جال الدنالها يا جوادي. وفي مهاجية أخرى اللي هي حماسية كانت تقال في الحروب، اللي يقول لا تخافكم لا تدلوا، يمدرج حين الكمامي، راهم وراكم يعلوا والموت راهي قسامي. طبعا هدينا المهاجيات هدينا يقال في الحروب اللي بت تروح الحماس في المجاهدين وحتهم على الإقدام وتعطي فيهم دافع لملاقاة العدو. بالنسبة للفرسان وتواجدهم في الملهاد عند الأفراح والمهرجانات كانت فعالة جدا، دائما في العقد أو في عند مسير الخيل يتكون العقد من عدة محاور، عدة محاور من ضمن المحاور المحور نتكلم عليه نقول احنا الطرف، او عندنا الطرف اليسار، عندنا الطرف اليمين، عندنا عدة فرسان في الوسط ما يسمى بالكوشة، كانت لهم فروسية في عدة في المحافل في الأفراح. نتحدث عن الفروسية الشعبية وما يقوم به الفرسان من استعراضات في المناسبات الشعبية وفي المهرجانات عامة. بعدين في الأعراس يعني يقبل الدعوة الفرسان، مثلا أنا صاحب عرس ندعي الفرسان ويتفضلوا بهم يعني ويكرموهم، وبعدها بيربوا للعرس يخشوا، أول ما يخشوا للملهاد باللهجة الشعبية يقولوا للملهاد، يخشوا عادة يخش رئيس العقد ومعاه جماعته الفرسان. الآن أصبح يعني العقد يتكون من 40 و50 فارس، وهذا يتطلب يعني ملهاد كبير شوي. وفي القديم كان العقد لا يتعدى يعني 10-12 بالكثير، وقديما كان يعني الخيل مرتبطة باللي يقولوا له احنا باللهجة الشعبية يقولوا له الزكار، عاد تركب الخيل والزكاكرة معاه الزكار ويديروا في برفات قدام الحوش، يعني قدام حوش العرس، وبعدها يبدي الميزة الشعبي. وكل عقد يتحدى، يحاول انه يتحدى ويطلع استعراض احسن من العقد الثاني.
ويعني بدون زعل بدون شيء، لأن هذه من شيم الفرسان. وفي المهرجانات كذلك يستعرضوا بخيلهم ويمشوا من أمام المنصات الشرفية ويستعرضوا بخيلهم، ويعني منورين، يعني ينوروا في الحفلة سواء كان حفلة أو عرس ولا شيء. الفرسان يعني قدموا، يحاولوا أنهم قدموا أحسن استعراضاتهم.